مرحب بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام في كل يوم. ايه اللي اخترناه لكم النهاردة؟ انا وفريق الاعداد اخترنا النهاردة ان احنا نتكلم عن موضوع بيمس كل المصريين ويمس حياة المصريين وجيوب المصريين. اكيد عرفتوه، هو الازمات الاقتصادية. ليه الازمات الاقتصادية؟ لان ليها تأثيرات سلبية كتيرة جدا على حياة الافراد وعلى حياة الاسر. عندك مثلا لو عايز تتكلم هتقول زيادة البطالة، ده على سبيل المثال. واحيانا بتخلي بعض الافراد اللي هو ما بيشتغلش بيضطر ان هو يشتغل بوظيفه مؤقته. الوظيفه دي غير مستقر، يعني من الاخر كده هيبقى زيه زي الراجل الارزوقي اللي بينزل الصبح ما هوش عارف هو حد هيحتاجه في شغل ولا مش هيحتاجه في شغل. او واحد بيرص بضاعه وبيستنى، يا ترى الناس هتيجي تشتري ولا مش هتيجي تشتري. اي حد من الباعه الجائلين، اي حد من اصحاب الحرف والمهن الحره بيبقى قاعد مستني يشوف يا ترى ايه اللي هيحصل معاه النهارده؟ رزقه هيجي قد ايه؟ قليل؟ كتير؟ عشان كده بنسميهم بالعاميه المصريه الارزقيه. اللي هم ظروفهم غير مستقره لان هم ما عندهمش وظيفه ثابته او مرتب ثابت او مواعيد حضور وانصراف. كل هذه الامور بتخلي الانسان يشعر ولو بشيء قليل من الطمانينه، لكن ابتعاده عن المرتب الثابت والوظيفه المستقره بيخليه طول الوقت قلقان، طول الوقت مضطرب، هيعمل ايه؟ هيروح فين؟ هيجي منين؟ طبعا الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، والانسان بيعمل اللي عليه ورزقه بيجيله، ولكن في الاخير احنا بنتكلم عن ازمه اقتصاديه طاحنه بتواجه الجميع، فالناس بتبقى محتاجه ان هي تطمن وتطمن اسرها. طيب، الاحتياجات بتاعت الناس كبيره في ظل ارتفاع التكاليف الحياتيه اللي موجوده. ده طبعا بيؤثر بشكل سلبي على استقرار الأسر، وكمان ولو نوع بسيط من أنواع الرفاهية اللي ممكن رب الأسرة يعيش فيها هو وأسرته ويضفي ده على أولاده. مش بس كده، أنت عندك كمان زيادة الأعباء المالية تعمل للناس توتر، والتوتر ده مش مجرد أنت بس مستني الفلوس هتيجي منين أو كده، لا، التوتر ده بيكون ما بين الزوج والزوجة، علاقات عائلية متوترة، زيادة مستويات القلق، التوتر النفسي والعصبي. يجي واحد يقول لك والله انا متضايق جدا، انا تعبان، بطني وجعاني، مش عارف يفسر ده. ده كله بيبقى تفسيره ان ربما لو ذهب الى الطبيب يقول له والله ده انت عندك القولون العصبي، انت مشدود، انت لازم تبقى ريلاكس شويه وتبقى هادي، لازم تبعد عن الضغط. طب هنبعد عن الضغط نروح فين؟ احنا كل ما بنبعد عن الضغط بنلاقي ضغط تاني دلوقتي في ظل الازمه الاقتصاديه اللي موجوده. طيب، لو واحد مقتدر شوية ويمتلك من المال انه يقدر يروح لطبيب او اخصائي نفسي ويبدأ يقول له مثلا والله احنا عايزين نمارس رياضة بشكل معين، انت محتاج تشترك في جيم عشان تعمل حاجات كده معينة في اليوم هتقلل من عندك الضغط ده وهتظبط من عندك الدنيا دي وهتبعد شوية عندك التوتر. طب ده لو واحد معاه فلوس، انما لو واحد فقير ومعندوش وبيطلع من مشكلة يخش على مشكلة يعمل ايه؟ لا يعرف عيني يروح جيم ولا يعرف يعمل حاجة، آخره أنا أقول له على حل جميل جدا وببلاش، وجميل والله، حلو قوي. هتتوضى، والله هتتوضى كده وتقوم جاي مصلي ركعتين وبعدين تنزل تتمشى، تلاقي الدنيا بقت جميلة وزي الفل والتوتر راح والضغط راح. هتاخد الاستراحة دي وهترجع أول ما تضرب الكرز الباب وتخش جوه، أنا ماليش علاقة بقى، أنا الوصفة بتاعتي كانت بعد ما تتوضى وتصلي ركعتين وتنزل تتمشى في أي حتة، مفيش حد هيقول لك ادفع اشتراك ولا حد هيقول لك الهوا ده بفلوس لان هو ملك ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف كده مع بعض فيديو جراف عن موضوع تبعات الازمه الاقتصاديه على الاسره وكمان الافراد. يلا بينا نشوف ونتابع. We'll be right back.
شفت بقى تدهور القطاع المصرفي والأزمات الاقتصادية وارتفاع الدولار وارتفاع الأسعار، أيوة له علاقة قوية جدا ومرتبطة ووطيدة بحالتنا النفسية وبعلاقاتنا مع بعض داخل الأسرة الواحدة. الفيديو اللي احنا عرضناه لحضراتكم ده يعني بيتكلم عن مشاكل كبيرة جدا وأزمة اقتصادية طاحنة، وإزاي إن الأسر كلها بتعاني من هذه الظروف المعيشية الصعبة، وإنها كمان الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية بتأثر يعني بشكل أو بآخر يا جماعة على العلاقات في البيت. أنت لو ابنك دلوقتي أنت بتعرف تسمعه وبتعرف تستحمل شوية ضغط بابا 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 أنا عايز كذا، بابا هو ليه مش عارف فين بيروح منين، بابا أنت لو أنت مش رايق من أول بابا وهتلاقي إيدك بتتحرك وأصوات بتطلع من عندك وحاجات غريبة جدا كده، وابنك طبعا يعني حقه إنه يقول لك ويكلمك وأنت ترد عليه، بس أنت مضغوط وعمال تفكر في حاجات تانية أهم من إنك تجاوبه على سؤاله أو إنك تديله الإذن بإنه يخرج مع أصحابه أو إنك تطلع من جيبك فلوس تديها له عشان يخرج بيها مع أصحابه. أنت كل ده أنت بتفكر في حتة بعيدة خالص اللي هي البيت. المصاريف، هيكمل أصلا تعليمه ده إزاي؟ هكشف على أخوه إزاي؟ هجيب أصلا غدا وعشاء وفطار للبيت إزاي؟ فعندك حاجات كتير جدا بتبقى عمال تتكلم فيها ومشغول ومضغوط بيها جدا بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب ضيق ذات اليد وعدم وجود وظيفة زي ما قلنا لحضراتكم وظيفة ثابتة. ده بيخليك الأوضاع مش مستقرة، بيبقى في توتر في البيت ما بين الزوج والزوجة أو مع الولاد، وكمان في كوارث بتحصل داخل البيت المصري في الوقت الحالي وانتوا كلكم طبعا عارفينها، عارفين غلاء الأسعار وغلاء المعيشة ارتفاع الأسعار، يعني خلاص الموضوع وصل في مصر لمرحلة صعبة جدا. الحاجة اللي كانت بجنيه بقت ب10 وب15 والدنيا عمالة تزيد، حتى وصل الحال بالناس انها بقت يعني خلاص دلوقتي بقينا بنتكلم هو الراجل عنده رجول فراخ ولا خلصت، يعني انت دلوقتي بقيت عايز تحجز رجول الفراخ ما انتش لاقيها، لان الناس حرفيا بقت بتاكل رجول الفراخ ومش عارفين يجيبوا الفرخه كامله. كل ده طبعا يا جماعه بيكون اثره وتاثيره سلبي وصعب جدا. خلونا كده نسمع من الشاعر المصري رايه أو آراء الشارع المصري. أنا والله فكرتكم جايبين شعر وبتاع وحاجات حلوة كده. طيب ماشي، خلينا نروح يا جماعة نشوف كده مع بعض إيه الشارع بيقول إيه عن الأزمة الاقتصادية وبيعانوا منها إزاي، ونشوف كده ونسمع هما بيقولوا إيه. يلا بينا. أنا راجل كنت شغال نجار، سبت الصنعة وبقيت شغال على التوك توك حضرتك عشان مثلا ألاقي أدفع إيجار أدفع مية أدفع كهرباء. غلو جامد جامد جامد، مش عارف يعني اجيب النهارده حاجه بجنيه اجيبها بكره ب2 جنيه وب3 جنيه، طب انا اجيب منين؟ النهارده احنا بقينا بنبيع الصبح بسعر والظهر بسعر وبالليل بسعر، فاحنا مش عارفين، وحصل ركود في السوق وكساد جامد جدا، في ناس مش لاقيه يعني. جوزي انا ذات نفسه كان شغال سواق، السواقه ما بقاش فيها، ما بقاش وقعد دلوقتي، وانا بدور على هيئتي انا شغلي مش لاقيه، انا معايا دبلوم تجاره خريجه 2007 مش لاقي شغل لغايه دلوقتي ومعايا ولد. يعني كنت بجيب لحمه بطلت لحمه. فراخ كانت كيلو ب60 جنيه خلينا معاك 3. قال لك اللي عنده عيلين ولا 3 ولا 4 هيصرف عليهم ازاي؟ انا طبعا يعني تألقت مع نفسي كده وقلت يمكن زمايلي جايبين شعر ولا حاجه عن الازمه الاقتصاديه وتلخصت في شعر. ما انت كل ما الازمه تبقى طاحنه وصادمه على طول المصريين بيكتبوا وبيقولوا وبيعملوا حاجات حلوه، لكن في الاخر ده طلع اقوى من الشعر اللي هو رأي الناس، رأي الشارع فعلا في الموضوع بيقول ايه. الناس بتقول لك يعني اللي عنده عيل ولا 2 ولا 3 قولوا لي كده يصرف عليهم ازاي. طب ده اللي شغال شغلانتين والله العظيم وثلاثة واربعة عشان يكفي البيت، عشان يكفي بس مصاريف البيت، بتلاقيه الصبح مثلا لو هو حتى في وظيفة بيخلص الساعة 2 3 عبال ما بيرجع يروح لو واخد له بقى مع مقاول بقى نقاشه ولا اي حاجه ولا نجار مسلح ولا الكلام ده كله ياخد له شيفت ورديه، وبالليل ممكن تلاقيه شغال سواق تاكسي عادي عادي 3-4 شغلانات في وقت واحد، واقف في محل مش عارف ايه. وعلى فكره معظم الناس اللي بتعمل كده بيبقوا موظفين وعندهم وظيفه ثابته بس الفلوس مش مكفيه، لان الحد الادنى دلوقتي للمرتبات في مصر حاجه صعبه جدا ما تكفيش اي حاجه مقابل
ارتفاع الاسعار، فالناس بتبدا تحاول تتصرف وتحاول تشغل دماغها عشان تقدر تجيب لقمه عيش حلال تكفي بيها بيتها. طيب ده بالنسبه للاب. زمان كان يقول لك ايه، لا الست ما تشتغلش، يعني انا اشتغل واتعب وانت الست بيت كده، ربي الولاد وعودي في البيت وتعيشي معززه مكرمه. مع احترامنا طبعا لكل السيدات العاملين اللي هم طبعا بيقوموا بدور مهم جدا جدا بتقوم بيه المراه في المجتمع، لكن دلوقتي خلاص حتى الست اللي ما كانتش بتشتغل بقى مجبره ان هي تنزل تشتغل، ومجبره ان هي تنزل تدور على شغل عشان يدوب شغلها مع شغل جوزها يدوب يكفوا مصاريف البيت. كل دي بقى عوامل زي ما قلت لحضراتكم بتاثر على الاولاد، بتاثر على البيت، بتعمل ضغوطات كبيره جدا للزوج والزوج. عشان يتجاوزوا كل ده بيمروا بظروف صعبه جدا. الغلاء بيؤثر على قدره الاسره اصلا على الادخار. هتدخر منين وانا اصلا مش عارف اوفر الاساسيات؟ فتقول لي ادخار، هتدخر منين؟ متطلبات الحياه اعلى بكتير من ان انا ممكن احط حاجه على جنب. طيب ده انت كمان بتوصل لمرحله انك بتستلف، فده بيأثر على بنود الصرف الرئيسيه في الاسره، وبتوصل ان في بعض الاسر اصبحت بتعاني اصلا من ضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الاساسيه، بالرغم من ان دخل الاسره يعني خلاص ما بقاش يصل لمرحله ان هو يقدر انه يعيش. وفي اسره بيبقى وصلت لمرحله متوسطه بس ارتفاع الاسعار بيغلب هذه المرحله. الله يكون في عون الناس جميعا يا رب، ربنا يكون في عون الناس جميعا. واللي عايز اقوله في النهايه انه لازم نفتكر دايما ان الازمات الاقتصاديه بتكون تحدي، لكن هي مش حكم نهائي. يعني هو ايه، انت دايما ما تيأسش، مش عايزك توصل لمرحله الياس، حاول دايما كل ما الازمه تزيد زود محاولاتك وزود اجتهادك، واعرف ان في ربنا موجود مش هيسيبك وانت بتجتهد وانت بتسعى. انت عليك السعي وعليك الاجتهاد والله عز وجل عليه الرزق، ربنا هيرزقك من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. طول ما احنا بنتقي ربنا في شغلنا وبنتقي ربنا في المسؤوليه اللي عندنا من بيت واسره واولاد وتربيه، ان شاء الله هيبقى في استقرار، هيبقى في رفاهيه في ظل الظروف الصعبه، لان انت القليل اللي بتجيبه بشقاك وتعبك ده هتستمتع بيه لانه حلال، وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيه. خلونا مشاهدينا الكرام بعد ما اتكلمنا عن الازمات الاقتصاديه الطاحنه وتاثيرها على الفرد وعلى الاسره وتاثيرها على المجتمع، ايه الحلول اللي ممكن نواجه بيها الازمه الاقتصاديه؟